كابتن ناصر، يمكن سريعا طبعا يعني عايز اكلمك على من افريقيا بقى لبطوله الدوري العام. يعني ماتشات اتلعبت، شفنا بعض طبعا الاخطاء وشفنا بعض الامور الخاصه بالتحكيم، لكن تقييم بشكل عام من الكابتن ناصر الخبره التحكيميه الكبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت بالنسبه لمباراه الدوري العام. كريم، سؤال مهم بس دي محتاج حلقه يا كريم والله، مش داخله، لان احنا بنتكلم في 3 جولات اتلعبوا 26 مباراه. مباراه النادي الاهلي اتاجلت مع سيراميكا اللي هي المباراه اللي هي كانت في الجوله الثانيه. 26 مباراه يعني حصل فيهم اخطاء تحكيميه، عاوز اقول صعبه جدا جدا. وللاسف يا كريم الاخطاء التحكيميه حدثت من الحكام الكبار، وانا بقولها بصراحه على قناه النادي الاهلي، الحكام الكبار اللي هم مصنفين في الاتحاد الافريقي. يعني طب انا كرئيس لجنه الحكام فيتور بيريرا، لما يبقى الحكم الدولي امين عمر اللي مصنف ومحترف في الدوري الافريقي وفي الاتحاد الافريقي، ومحمد عادل، الاثنين حكام كبار جدا، وتحصل حاله يعني تحكيميه والفار موجود ويحصل اختلاف في القرار، انا يبقى انا النهارده يعني بقول دولت الحكام الكبار من فضلكم يا جماعه. يعني عاوز اقول نقطه مهمه جدا، مش عيب ان الحكم يروح للفار، طبعا مش عيب. الفار بيجيبك عشان تحقق العداله وتصحح ان كان هناك في مخالفه. حدث في 3 مباريات اخطاء تحكيميه كانت الحكام كلها الحكام الكبار مش الصغيرين. التحكيم كمان في نقطه مهمه يا كريم، زي ما قلت الموضوع عاوز حلقه كبيره، احنا النهارده بنستعجل على الراجل. انا بقول نهدى شويه على بوتير بريغ، الراجل جاي بفكر مختلف تماما تماما يا كريم يا نهوان. الراجل النهارده جاي عاوز يطبق فكره، مش هنفع اطبق فكري في 3 جولات او في 4 جولات، نديله فرصه يشتغل، نديله فرصه يشتغل، ويا ريت الناس يعني البعض كده يهدى شويه، يهدى شويه، لان انا شايف ان في يعني بعض الامور مش طبيعيه. يعني احنا بننتظر الاخطاء اللي هي يعني موجوده في كل الدوريات ونبتدي نهاجم الراجل، لا نسيب الراجل يشتغل ونقيم اداؤه على الاقل بعد الدور الاولاني. كابتن ناصر، انا اعتقد حضرتك تتفق معايا، او لو مش عايز تقول عشان الموضوع حساس بلاش، بس انا اعتقد الاشخاص اللي هي بتنتقد للانتقاد دي بيكون ليها مصلحه. يعني لا يمكن يبقى شخص عادي اعتباري هو يتمنى الافضل للتحكيم المصري وبينتظر ان يكون في تجربه تتم على الارض بعد كده تاتي ثمارها بقى نجاح او فشل، يعني ويكون بيختلف وبيعارض وبيهاجم من الايام والدقائق الاولى، فاكيد في مصلحه ورا ده. فخلينا بس نبقى متفقين في الاول في الاخر. يعني انا هتفق معاك يا نهاوند، وهنتكلم بصراحه، يعني احنا يهمنا التحكيم المصري اكبر من اي شيء واكبر من اي حد يا نهاوند، يعني ما حدش ابدا يفكر ان هو اكبر من التحكيم المصري، مصلحه التحكيم المصري اكبر من اي شيء. الراجل ده جه عندنا بيشتغل زي ما قلت لحضرتك، في البعض اللي بيهاجم عشان يبقى الراجل يعني شكله مش كويس او يفشل، هو متحط تحت ضغط على طول لان هو حابب ان هو راجل يمشي او يفشل. بالزبط. ليه؟ عشان يقول ان مفيش خبره، اجانب بييجوا يطوروا، وبالتالي هقول لك على مفاجاه ثانيه. طب ما البعض دول اداروا لجنه الحكام على مدار سنين كتير بامانه، يعني في منهم اللي مسك لجنه الحكام 3 أو 4 أو 5 6 سنين، ماذا فعلت؟ وماذا قدمت؟ وماذا قدمت للتحكيم؟ احنا لسه بنتكلم في نقطة، عاوزين حكم عنده 27 سنة ما حصلش النهاردة زي ما قلت لحضرتك، نقطة مهمة، لجان الحكام المفروض تشتغل على حكامها، لأن احنا في النهاية عاوزين حكم دولي يمثل مصر في البطولات الكبيرة. فبقول من فضلكم يا جماعة بلاش الهجوم الغير مبرر، مش كل مباراة هتبقى فيها خطأ تحكيمي هنطلع في كل الاستوديوهات نتكلم ونقول بريرا 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 بريرا، ما بيشتغلش لوحده يا نهوان، ما هو معاه لجنة حكام 8 أو 9 أفراد من مصر موجودين معاه. بقول كمان لجنة الحكام معاه، من فضلكم ساعدوا الراجل، اديله داتا كويس، حاولوا تشتغلوا معاه وتقفوا جنبه، لأن مش هيشتغل لوحده، مش هيشتغل لوحده، لأن أنا شايف كده الأمور لو مرت بهذا الشكل الامور هتبقى صعبه. كلام محترم جدا. والسؤال مين اللي هيجي يمسك التحكيم في هذا التوقيت؟ يعني الناس اللي هي بتبحث ان هي تفشل بريرا من في 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 ادائه، طب مين اللي هيجي يمسك التحكيم في الفتره اللي جايه؟ ده سؤال كويس قوي بقى، ده سؤال نسيبه للجماهير. عندنا جلاتنبرج يا نهوان. مفيش اجابه. جلاتنبرج كان ماشي كويس ومشي، والراجل ده جاي بيبتدي يعمل فكر وهياخد وقت عقبال ما يوصل الفكر بتاعه لحكامه. هقول لك على مفاجاه واحنا بنشوف. لا النهارده المفاجات كترت بقى. الحد اللي فات كان في تحليل فني للحكام للاسبوعين الجوله الاولى والثانيه. هعرض الحالات التحكيميه اللي كان فيها اخطاء. في
حكام كبار اتوقفت على فكره وده ما كانش بيحصل. في حكام دوليين يعني اصبح في محاسبه بيحاسب وفي سياسه الثواب والعقاب، وده المهم من الحكم طبعاً. ان انت لما تغلط هتتوقف بالظبط. الكلام دوت نادرا ما كان يحدث في لجان سابقه، حكم كان بيخطا وبيلعب ثاني وعادي ومفيش مشكله. بقول من خلال قناه الاهلي ثاني، سيبوا الراجل اشتغل من فضلكم، ادوا له فرصه على الاقل تقييمه يبقى بعد الدور الاولاني عشان يبقى حتى شرح سياسته لحكامه وقدرت الحكام تفهم هو عاوز ايه بالظبط من التحكيم. كلام محترم جدا كابتن ناصر، اكيد بنشكرك جدا انا وكريم على هذه المداخله. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي.